شفنا في الجزء الأول إبليس اتحول لشيطان إزاي وعمل إيه في آدم وزوجته، وشفنا نزلوا كلهم للأرض إزاي، بس يا ترى آدم نزل فين في الأرض، وإزاي اتعامل مع البيئة الجديدة وعاش إزاي، وذريته عملوا إيه، وإزاي إبليس بقى عنده ذرية، وهل حاول يأذي آدم تاني ولا لأ. يلا نشوف. بعد ما آدم وزوجته نزلوا للأرض وجدوا صعوبة ومشقة في المعيشة، مطلوب منهم يزرعوا ويستنوا الزرع يكبر علشان ياكلوا منه، وتعلموا إشعال النار والصيد وحاجات تانية كتير. في روايات بتقول إنهم نزلوا في الهند، وفي روايات بتقول إن آدم نزل في الهند وزوجته في جدة وتقابلوا في الحجاز، والله أعلم. أما إبليس نزل في قرية في العراق، وبرغم اللي حصل ده كله إلا إنه حس بالغضب من آدم وزوجته، كأنه حملهم مسؤولية اللي وصل ليه، بالذات لما عرف إن هم ليهم رحمة ومغفرة من ربنا لكن هو ملوش، فقرر ينتقم منهم هم وذريتهم للأبد. الأرض كان لسه فيها بعض الجن اللي الملائكة نفوهم في الأول، فقدر إبليس إن هو يجيب ذرية يقنعهم بأفكاره ويخليهم جنوده، فأصبح من الجن نوع هو ذرية إبليس، وأنواع تانية منهم اللي آمن بالله ومنهم اللي كفر، وبقى ليهم معتقدات كتير زي البشر. آدم وزوجته برضو بقى ليهم ذرية، زوجة آدم ولدت 20 مرة، وفي كل مرة كانت بتولد توأم ولد وبنت. طيب الزواج بينهم كان بيتم ازاي؟ كل توأم ما ينفعش يتجوزوا بعض، يعني لازم الولد يتجوز واحدة غير اللي اتولدت معاه وهكذا، ودي كانت شريعة ربنا ساعتها عشان تنتشر ذرية آدم. بس طبعا كل ده بيحصل وإبليس بيراقب، استني الفرصة المناسبة علشان يفسد عليهم حياتهم، وبالفعل نفذ خطته في الآخر. في 2 من ذرية آدم اختلف العلماء على أسمائهم، لكن اللي في معظم الروايات إن اسمهم قابيل وهابيل. هابيل كان بيشتغل في رعاية الماشية، وقابيل كان بيشتغل في الزراعة. فلما جه الوقت اللي كل واحد فيهم لازم يتجوز حصلت مشكلة. قابيل رفض إن أخته التوأم تتجوز هابيل، شاف إن هي لازم تتجوزه هو. آدم حاول يقنعه بالالتزام بشريعة ربنا، لكن هو أصابه شيء من الكبر والأنانية وابتدى يكره أخوه. طبعا كلنا عارفين مين السبب، فآدم قال لهم إنهم يلتزموا هما الاتنين باللي ربنا يحكم بيه في الأمر ده. إزاي؟ قال لقابيل يقدم قربان، وقال لهابيل يقدم قربان، واللي هيتقبل منه يبقى ربنا راضي عن اختياره وزواجه. فاقتنعوا الاتنين بالفكرة دي، وكل واحد فيهم ابتدى يجهز قربانه. قابيل جهز شيء من الزراعة، وهابيل جهز شيء من الماشية بتاعته، يقال إن هو الكبش اللي فدى سيدنا إسماعيل بعد كده، والله أعلم. المهم كل واحد فيهم حط القربان بتاعه وبدأوا يراقبوه، فنزلت حاجة زي النار من السماء وأخدت قربان هابيل، فده كده معناه إنه هيتجوز أخت قابيل بمباركة ربنا. المفروض إن كده يبقى اتحسم الجدل وأمر ربنا يتنفذ، لكن قابيل كان عنده رأي تاني. بالرغم من إنه تيقن من الصح واللي المفروض يتعمل، إلا إنه فضل متمسك بكبريائه عنده، والموضوع بدأ يخرج عن السيطرة. مش بس كبر وعند، لأ، ده اتغاظ من هابيل بشكل كبير جدا، وقرر إنه يحسم المشكلة دي بإنه يتخلص من أخوه. المهم إنه مفكرش في الموضوع ده مع نفسه كده وخلاص، لأ، ده صرح بيه قدام أخوه وقال له أنا هقتلك، يعني يا إما يعمل اللي هو عايزه يا إما يقتله. فهابيل رد عليه بطريقة جميلة جدا، يمكن أخوي فوق من الرد ده ويعرف هو بيقول إيه. قال له ربنا بيتقبل من المتقين، يعني بلاش عنده وراجع نفسك وصلح الخلل، أكيد أنت مش أعدل من ربنا ولا ينفع تفرض رأيك على شرع الله. وبعدين لفت انتباهه لحاجة مهمة، قال له لو أنت مديت إيدك علشان تقتلني أنا مش هعمل زيك، كأنه بيصحي جواه روح الأخوة والإنسانية بإن اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، مفيش إخوات يقولوا لبعض كده، وفي نفس الوقت لو انت عملت الفعل ده أنا مش هكون زيك لأني بخاف من ربنا، أنا ساعتها هبقى عايز إن انت تشيل الذنب كله لوحدك، ما بقاش أنا برضو عليا ذنب إن أنا حاولت أقتلك أنا كمان مثلا. ونبهه إن هو لو عمل ده هيبقى من أصحاب النار، لأن ده جزاء الظالمين لا محالة. الشر اللي كان جوه قابيل كان أقوى من إنه يسمع كلام أخوه. هما سابوا بعض ساعتها، لكن قابيل مع نفسه كان أخد القرار خلاص، راح لأخوه هو نايم ومسك حجر في إيده وضرب أخوه في راسه لحد ما موته، أول جريمة تحصل في تاريخ البشر.
بعد ما قابيل خلص فعله الشنيع ده ساب جثة أخوه مكانها وما كانش عارف يتصرف إزاي. ما هي كده ممكن الحيوانات تيجي تاكلها أو تتحلل في مكانها، فكان الموضوع محير بالنسبة له، لغاية ما ربنا بعت غراب قدامه بيدفن غراب تاني ميت. فقعد يركز كده في اللي الغراب بيعمله، لقاه بيحفر ويحط الجثة ويردم عليها، ففهم اللي المفروض كان يعمله هو، وقال لنفسه هو أنا عاجز للدرجة دي إن أنا أكون زي الغراب ده؟ كنت دفنت أخويا من الأول. وحس بندم شديد جدا، لكن خلاص ما عادش ينفع، خسر الدنيا والآخرة. انفصل قابيل عن العيلة وراح عاش في أرض بعيدة، الله أعلم هو اتجوز أخته برضه في الآخر ولا أخت هابيل. وآدم حزن جدا من اللي حصل ده، إبليس حقق اللي كان عايزه وقدر يفسد عليهم حياتهم مرة تانية، وهيفضل يكرر المحاولة دي للأبد بكل الطرق الممكنة. بعد موت هابيل وحزن آدم والعيلة كلها عليه، ربنا أراد إنه يعوض آدم بابن تاني، فرزقه بولد اسمه شيث، وشيث معناها هبة الله، لأن ربنا وهبه الولد ده وخلاه يبقى نبي، وهو أول نبي بعد آدم عليه السلام. ربنا أنزل عليه 50 صحيفة بعد كده، اتعلم من والده كل حاجة، العلوم المكتسبة في التعامل مع البيئة اللي عايشين فيها، والعبادات وأسرار تانية كتير، منها مثلا الأحداث اللي لسه هتحصل، زي الطوفان اللي في عهد سيدنا نوح، وده موضوع عايز فيديو لوحده بإذن الله. كبر شيث وهو اللي تولى كل حاجة بوصية من والده، وفي آخر أيام آدم عليه السلام مرض لمدة 11 يوم وتوفى يوم الجمعة. نزلوا الملائكة بكفن من الجنة وهم اللي غسلوه وصلوا عليه، وبعدين دفنوه وقالوا للناس إن دي سنتهم بعد كده، يعني التغسيل والتكفين والصلاة على الميت. بعدها بسنة ماتت زوجته حواء واتدفنت جنبه. عدد البشر ابتدى يزيد جدا، بس كان في انقسام، شيث وذريته وقابيل وذريته. من احفاد شيث كان في انبياء، منهم ادريس وبعده نوح، وذرية شيث هي اللي جه منها باقي البشر لغايه النهارده، لكن ذرية قابيل انقطعت وفنت كلها، وده بعد الطوفان اللي حصل والله اعلم. المصادر كلها تحت الفيديو عشان لو حد حابب يراجعها. ما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمه ومفيده وهتنفعك ان شاء الله. سلام.